السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم محمد حسن من قناة نسمات زراعية. اليوم إن شاء الله موضوعنا عن السماد المظلوم، عن الجند المجهول في التسميد وفي تصليح الأرض وفي تعديل جودة التربة وفي زيادة جودة وخصوبة التربة. السماد للأسف كتير من المهتمين بالزراعة مش بيهتموا بإضافته ولا بيهتموا به وما يعرفوش فائده. موضوعنا اليوم عن سماد الكبريت. والكبريت فيه منه نوعين، النوع المحبب اللي قدامكم ده والنوع البودرة اللي احنا نقصده في موضوعنا ده، الكبريت الزراعي مش الكبريت الميكروني. في فرق كبير بين الكبريت الزراعي والكبريت الميكروني. الكبريت الميكروني ان شاء الله حيكون لي في فيديو تاني هنتكلم عنه بالتفصيل. قبل ما نبدا في شرحنا يا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. طبعا حيجينا سؤال دلوقتي حيسالنا الكبريت، هل الكبريت يعتبر سماد؟ نعم، الكبريت عنصر من العناصر الكبرى بيحتاجها النبات، ما يقلش أهمية عن الـ NPK النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. بعدهم بيجي الكالسيوم والكبريت. الكبريت عنصر بيتغذى عليه النبات بصورة أساسية. احنا في فيديو سابق اتكلمنا ليه بنضيف أسمدة لكن ما فيش تحسن بيظهر على النبات، ايه السبب اللي بيخلي معانا ان احنا نضيف أسمدة كتير لكن ما فيش أي تأثير على النبات أو تحسن على النبات. قلنا عندنا أكثر من نقطة ومنيهم اللي هو ارتفاع الـ pH. الـ pH في الدول الخليجية وفي الأراضي الحديثة في مصر مرتفع. وأيضا قلنا في الفيديو اللي قدامكم ده، قلنا إزاي نقدر نقيس الـ pH. عندنا أجهزة خفيفة جدا رخيصة جدا نقدر نستخدمها في قياس الـ pH. لكن الـ pH احنا قلنا في الأراضي الخليجية والأراضي الحديثة في مصر مرتفع أكثر من 7.5، والـ pH المناسب للزراعة كام؟ 6.5، ما بين 6 إلى 6.5 هو الـ pH المثالي. طيب إذا ارتفع معايا الـ pH إيه اللي حيحصل؟ في عناصر حتكون موجودة في التربة لكن النبات مش بيقدر يمتصها، وهنا بيجي معانا دور الكبريت. تنبيه هام يا جماعة، بالنسبة لإخواننا في المغرب والجزائر اللي بيتابعونا على اليوتيوب أو أي دولة تانية، ياريت تبحث وتشوف، تبحث على جوجل الأراضي الزراعية عندك هل هي حامضية أو قلوية. لو الأراضي عندك قلوية تتابع الفيديو ده، لو الأراضي عندك حامضية الفيديو ده لا يعنيك بشيء. الكبريت بينزل معايا الـ pH بصورة كبيرة جدا، بدل ما هو عندنا 7.5 أو 8 في بعض المناطق في الدول الخليجية بينزل الـ pH بيوصل معايا لغاية 6.5، بيكون الـ pH المناسب اللي احنا محتاجينه. طيب لو وصل الـ pH ل 6.5 ايه اللي حيحصل؟ العناصر الموجودة معايا في التربة اللي حوالين منطقة الجذور هتكون ميسرة والجذور هتقدر تمتصها يعني باختصار شديد جدا الكبريت بينزل الـ pH، بيقلل الـ pH عشان خاطر العناصر الموجودة في التربة تكون ميسرة للنبات. ودي تعتبر أهم فائدة من فوائد الكبريت. وقلنا احنا الفائدة الثانية ان هو عنصر من العناصر الاساسية الكبرى اللي بيحتاجها النبات بصورة كبيرة. النقطة الثالثة، مطهر جيد للتربة لكن ما ينفعش ان احنا نعتمد عليه كعلاج لعفان التربة. النقطة الرابعة، اذا استخدمناه كتعفير على النبات بيقاوم وبيقضي معايا على بعض انواع الحشرات. النقطة الخامسة في فوائد الكبريت، ان هو بيساعد على تلوين الثمار. مثلا عندي طماطم نضجت لكن لونها ما زال اخضر، هنستخدم عليها الكبريت لان هو بيدخل في تكوين وتركيب الصبغات النباتية. رقم 6 في فوائد الكبريت، ان هو بيدخل في تكوين وتركيب المواد الطيارة. ايه المواد الطيارة؟ اللي هي المواد اللي بتكون مسؤولة عن النكهة، زي اللي في البصل والثوم. رائحة البصل المميزة ورائحة الثوم المميزة عشان خاطر تكون رائحة قوية ونفاذة، الكبريت بيساعد معايا ان هي تزيد الرائحة. طيب ايه هي مصادر الكبريت اللي احنا نقدر نضيفها للتربة؟ اولا عندنا اسمدة السلفات، سلفات بوتاسيوم، سلفات كالسيوم، سلفات مغنيسيوم. كل اسمدة السلفات هي الكبريتات، للعلم يعني السلفات هي الكبريتات، عشان لو رحتوا محلات الزراعة ولقيتوا كبريتات تعرفوا ان هي سلفات. اسمدة السلفات فيها 24% كبريت، كل اسمدة السلفات فيها 24% تقريبا كبريت. المصدر الثاني اللي هو الكبريت العادي، وده غالبا بيكون 98 او 99% كبريت. طيب ايه الكميات اللي احنا نقدر نضيفها من الكبريت؟
الفدان بيحتاج معايا تقريبا ما بين 200 الى 250 كيلو تقريبا، الفدان اللي هو 4200 متر مربع. ولو عندك اشجار حتستخدم على الاشجار الكبيره زي اللي قدامكم دي، في العام او في السنه تقريبا 200 الى 250 جرام فقط في السنه. هنضيف الكميه حوالين ساق الشجره على بعد متر من الساق، وحنقلب التربه تقليب خفيف وحنروي مره واحده في العام، حتكون كافيه جدا ان شاء الله. وما ننساش اللي حيستخدم الكبريت لازم يخلي باله لما يلبس جوانتي، او يخلي باله انه هو بيعمل تهيج للجلد وخصوصا المناطق اللي تحت العين. وبكده نكون انتهينا من الشرح، اتمنى تكونوا استفدتوا ولو بمعلومه واحده، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.